بسم الله الرحمن الرحيم. المقابله كانت صعيبه عندنا شويه، خصوصا في الشوط الاول الفريق كان راجع لنا اللور، ما لقيناش بزاف ديال الحلول. دخلنا الشوط الثاني سمعنا التعليمات ديال المدرب، دخلنا عازمين باش نسجلوا، داك الشيء تاثنا الحمد لله. كنشكر اللاعبين على القتاليه ديالهم، كنشكر جميع اللي ساهم في هذا الانتصار هذا، والجيش الملكي غيقول الكلمه ديالو ان شاء الله. المقابله كنا عارفين ما غتكونش سهله، ولكن جينا المدينة توجدوا إلا تنقلبوا على الفوز بعد خسارات المباراة الأولى ضد مع حد السوالم. جينا بعزيمة باش جينا باش نربحوا، ماشي زعما قلبنا على التعادل ولا هذا، وداك الشيء اللي خدينا الحمد لله. ونتمناو تكون هذه الانطلاقة ديالنا في البطولة، إن شاء الله نمشيو مزيان في البطولة مع المدرب زون اللي صراحة أنت مدرب كبير اللي تعرف يقرا الخصوم، وكنلعبوا مباراة بعد مباراة، زعما كل مباراة وكيف كيفاش تيقراها. إن شاء الله نتمنى السنة تكون السنة ديالنا ديال الفريق الجيش الملكي،